احنا خير المطالب اللي عندنا هاد الوقفه احتجاج درناها احنا كسائقين مهنيين كان اللي درنا عليه هاد الوقفه هذه علاش درنا هاد الوقفه هذه هي احنا عندنا مشكل في القانون ديال 116/14 وخاصه الماده 96 اللي فيها العقوبات الاداريه وهاد النقطه هذه درنا عليه ضرب قبل درنا عليه ضرب الاول اللي هو دير 4 جانفير 2017 وكاتب الدوله عطانا وعود وهو وعود كاذبه واللقاء ديال 6 كيقول كتيب الدوله بنفسه كيقول له ودي اللي عندي نعطيها لكم اللي هي مشروع اللي هي قانون خصني دار فيها مشروع قانون وهذا المبادئ كله تنصل منهم وريحنا مع اللجنه التقنيه واللجنه التقنيه عطينا المقترحات ديالنا والمقترحات اللي عطينا كاتب الدوله ما خداهاش بعين الاعتبار وخرج واحد المصفوفه ولا واحد الجدول اللي فيها تقريبا واحد 26 بند ديال السحب الاداري هاد المصفوفه هذه خدا محاديه الجانب وهنا ضرينا وخرجوا تصريحات من الاداره كيقولوا بان هذا الجدول هذا وهذه المصفوفه هذه صدقوا عليها النقابات وحنا في الهيئه النقابيه اللي كنتميوا لها درنا بيان استنكاري ضد الاداره بينا بانه ملي قال كتيب الدوله هذا الجدول وافقوا عليه الهيئه النقابيه حنا درنا هذا البيان الاستنكاري ومددناه وقلنا لكاتب الدوله بان هذه المصفوفه هذه خديتها محاديه الجانب كاتب الدوله حنا ما كنعرضوش القانون حنا مرحبا بالقانون حنا القانون حنا قلنا لكاتب الدوله يوفرنا الارضيه فين نطبقوا هذا القانون هذا نا 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 ما بالك في السحب الاداري في المسائل اللي كتعلق بالديسك لان السائق المهني مغلوب على امره اصلا السائق المهني واش ممكن تحيد السائق المهني البيرمي ديالو بانه غلط في الديسك هذا مستحيل ويستحيل لان شوفوا القانون كيبغي يجيبوا هاد الناس هادو ملي تحرك ستوب تخلص 40000 فرانك ملي تدوف الخط نتسول تخلص 40000 فرانك ملي دخلت في الديسك يتسحب لك البيرمي ديالك واش ملي كتدخل في الديسك واش كترتكب شي حادثه سير وهاد الناس هادو كيبغيو يركبوا لنا على الحادث كاتب الدوله كيخرج كيقول لنا بان حنا كنشفروا البلايص في الوقفه الاحتجاجيه اللي فات هاد كاتب الدوله كيقول بان التحاور مع النقابات وتحاور مع الهيئات النقابيه كاتب الدوله حنا راسلناه مراسله قلنا له ودي هاد الناس هادو اللي كيزكيوك على القرار ديالهم ما عندهمش تمثيليه هاد الناس هادو ما كيمثلوا لا نفسهم ما كيمثلوا لا حد هنا بينا الكاتب الدوله في هاد الوقفه الاحتجاجيه وهاد اللي ضرب في 4 جانب بان حنا عندنا التمثيليه اللي عنده التمثيليه على الصعيد الوطني ممكن كلو يريح في الاداره المركزيه ماشي واحد هز الكاشنيكو يدور فيه بغى يمثل السائق المهني وبغى يقرر في مصير ديال الامه هادو راه سائقين مهنيين كيطلبوا الحقوق ديالهم ماشي واحد كيدور كاتب الدوله ما فهمناش لان كاتب الدوله بنفسه عنده خطاب مزدوج النهار الاول كيقول لنا بان بغينا نشفروا البلايص اليوم كاينه دينا بانه كاينه مؤامره كتدبر السائق المهني ما فهمناش السيد هذا واش كتصوت السيد هذا كتصوت التقارير من الادنب ديالو هاد السيد هذا وهاد الناس هذو كيزكيو على القرارات ديالو كاتب الدوله بغينا حنا واحد الحوار يكون جدي واحد الحوار اللي نوصلوا له للحل هاد السيد هذا متعلي كاتب الدوله متعلي متكبر متعفين هاد السيد هذا ما بغاش يعطي لهاد الناس الحقوق ديالو ما بالك خطاب جلاله الملك الاخير بان كينادي ندعموا المقاوله المغربيه نحدوا من البطاله واش هاد الناس هادو حتى خطاب جلاله الملك يدوب عرض الحائط واش هاد الناس هادو عندهم اذن صاغيه واش الناس ما كيسمعوش واحد ملي تجيب واحد القانون وتحيد الشيفور البيرمي ديالو هذا راه ماشي قانون هذا راه قطع الارزاق هاد الناس هادو بغي يقطعوا الرزق للشيفور هذا راه مشكل مع هاد السيد هذا واش كيدي هاد القطعه للهاويه ما فهمناش ولا بغي يدي هاد القطعه للناس المحظوظين وما عارفين فين كيصنفون هاد الناس هادو هاد الناس ما عارفين كيصنفونا حنا راه واحد الفئه من المجتمع اللي كطالب بالحقوق ديالها.